أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رائد رضوان أن فلسطين تنظر دائما إلى الدور المصري على كل المستويات كدور مهم ومحوري ومركزي ولفت رضوان إلى أنه سيكون هناك تعاون وتنطيق بشكل مستمر مع مصر خلال فترة رئاسة فلسطين للدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وأضاف رضوان أن دولة فلسطين وضعت خططا للعمل خلال رئاستها الدوره الخامسه لمؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقيه العربيه لمكافحه الفساد رغم الظروف الحاليه التي تمر بها فلسطين فيما يتعلق بالمجازر التي ترتكبها اسرائيل وحصار الضفه الغربيه